المغاربة عيقو شوية تغيير ما كيجيش باش طيح والبندير البلاد غادا في الهوية لا صحة لا تعليم يا لالا يا تركيا وانا سمعت البندير لا صحة لا درية وتعاونيني بالخير يا لالا يا تركيا وانا سمعت البندير الشعب اللي كيجمعو بندير ما تخافوش منه كتفرقوا زرواطة قدام البرلمان الشباب هلكهم الإدمان فهاد البلاد اللي قريتي فيه الأمان كيبيعك في الدورة بلا تمان حقوقنا لحوم في بحر النسيان حنحن على اللي شراك أما اللي باعك تهنى منك هاد البلاد باغين يردوك عبد بزز منك المشكل ماشي فيهم المشكل مني ومنك حيانا الله حتى شفنا الجيل اللي طامعن فيه قلب الكفة غدا كي قرقر شفناه كيفاش خدم 100 درهم ولا 200 درهم ومشى مور الصور ديال الإعدادية وبقى كيتشمكر في صدرنا عشاش الخابات كيعرفونا غير فوقيتة ديال الانتخابات أما دابا راهم نساونا ولكن معليش دابا تفوت 5 سنين ورجعوا يسعاونا أنا مأكد حتى شي واحد ما باغي لهاد البلاد الإصلاح لا تراكتور لا حمامة لا مصباح إلا خليتي باك خارج مايل من الدار بلا ما تسول كيفاش في الزنقة طاح وطاح ليا بكبايلو امجدوا لي وطاح ليا وخا تعيا تجري وخا تعيا تغطي المسطي غادي يجي النهار العجاج وغادي يعري على كلشي قولوا المول كوتشي راه الخبار ولات فراس كلشي بغيت نعرف مالك زهري ناسيني مكرهتش الموت صغير تشديني قولوا الاخ النوش ما عندك علاش تعاديني حسبني في حال الطالياني وغني معايا بابيني حتى انا خاطيني كندوي وراسي مرفوع حتى شي واحد ما عاطيني انا عندي شوفوا غير بن كيران شنو خاصو طلق رجليك مزيان في الصالون الا كملتي خلاصو وصلح الصالون والكوزينه وبيت النعاش ما صلحتي الصالون والكوزينه حتى عريتينا نسيت صلحتي حتى بيت النعاس وخليتي اللي بقى من حقوقنا قسموهم بيناتهم ولاد الناس والمغاربة اللي كيوصفوك بوج الناس شنو ممكن تقول لهم غابوهم الولاد الناس غابوهم الولاد الناس واولاد الناس تقول ليش من الناس فيهم واش هادوك اللي نتوما كاع ما كتفكروا فيهم اللي كلا شي كلا والدرويش معاكم قهروا الغلا الا بغيتي تعرف حقيقه ديال المغرب عطي ظهرك للرباط وشوف بعينيك شنو واقع في السلا دابا عاد بان ليا اللعب بدا يحلى واش اوتوبيا تستافد من فوسفات ديال المغرب وانا مغربي لا ماشي يا ويل المشتاق الى ضاق يا ويل المشتاق الى ولا شناق بلا ما تسول الغلاق على حلاوه المذاق خساره الشعب معطل عاق كسر الفساد وكسر معاه حتى الطلاق جربنا الخير في بنادم وكاع ملاق نهار اللي كيوقف عليك البوليسي وكيقول لك ارادوك الوراق الدفال اللي فمك كيتبدل له المذاق مالهم شافوا الحناش وجاهم تبدل له الكاريناج الدنيا ماشي فلوس في البنكة وطونوبيلات مساتفين في الكراج راه العيشة كلها في المغرب كتبان ليا فحال شي ديباناج نهار اللي كيبغيو يتفكوا منك كيقول لك قطعي من عندك حتى نفوت الباراج بدون حراج حنا معاهم بقينا غير كنشوفوا هما الماكلة كتوصل حتى للدار بقلوفو كتافهم برد من كوسوفو حنا المخير فينا مقاتل باش يجيب مصروفو كله وظروفو نوصيك خويا عول على دراعك وما تنساش اللي باعك خدم بريال وتحاسب مع اللي بارك شحال من واحد ما فاهم والو وهز صباعو غير بس يتسمى كيشارك ما تحضيش من هداك اللي بعيد منك حدي غير من جارك لعبنا معاكم الآلي وباقينا معاكم الروتور حنا كنقولوا ليكم تديفوا في الموتور وانتو ما كتبدلوا لينا الشيفور بصح بلادنا المعيشة فيها فابور ولكن على قبول الحرية أخرتها بابور ما عرفناش فين وصل البرنامج ديال التشكيل ديال الحكومه ديال السي عزيز اخ النوش هاد الحكومه ما عرفناش فين وصلات واحد الشجار مسكين الامين العام ديال الحزب ديال الورده ما بقاش باغاه لا اغلبيه لا معارضه ولا منبوذ
تقول مسكين فيه الدود، ديروا السيد معاكم شي بلاصه يا هنا يا هنا. حقه باش ما ننساش، خرج واحد المرشح في مدينه مكناس كيقول باللي هو في الحزب ديال التجمع الوطني للاحرار، قال لهم طلبوا لي 50 مليون باش نكون الثاني، طلبها له الوكيل ديال اللائحه. اش هذا الشيء يا الاخوان؟ هذه ولات الوزيعه، شي واحد يخرج يفهمنا شنو واقع. لانني مستشار باسم التجمع الوطني للاحرار اللي قصيت الامرين هذه 20 يوم، وانا تصدقت اقدم مستشار مجلس مثل الولايات اللي تيقولوا له الاب الروحي وولدو طلب مني 50 مليون باش نكون ثاني في اللائحه، وتيقول لي بهذه الحركه واش انا غنخلص عليك. والله الا الوزيعه نيشان، انا باش عجبني هذه الحكومه ديال عزيز اخنوش جامع المال، ما عندي لا فيرما ما عندي باطو ما عندي وجامع حتى الجمال. زوين زوين واي لا بابر، حنا ما بغيناش واحد زوين، بغينا اللي يدير زوين مع المغاربه، يخرجهم من الفقر والقهر، هذا هو زوين ديالنا حنا، باش ما نكونوش عدميين وناكرين للجميل. الاستاذ بن كيران ملي كان رئيس ديال الحكومه انا كنعترف به، كان خدام، ايه كان خدام مصلحه كل شيء الا مصلحه المواطن البسيط اللي نساه. عرفتي ملي كنكون قانط وطالع لي الدم والهو اللي كيضرب فيا كيقنطني وما قاداني حتى بلاصه وداخل في حاله اكتئاب، والله ما كنقدر نمشي عند طبيب نفساني. عرفتوا علاش؟ اش غادي نديروا معاك السي العثماني؟ انت كرهتينا في الاطباء النفسانيين. عرفتي شنو كندير ملي كتجيني حاله اكتئاب؟ غير بيني وبينكم كنمشي نتفرج في الفيديوهات القدام ديال بن كيران، هذوك الفيديوهات القدام كنمشي كنتفرج فيهم، كنحس براسي بحال لا ما فيا والو، كنحس بواحد الراحه من بعدها راحه. جربوها وما غاديش تندموا. حنا كنبغيوها من بلاد الله. غنضحك سيري دابا، انا كنت كاعي وغنضحك دابا، ولكن على من غنضحك؟ راه غادي نضحك عليك. وبغيت نقول لجلاله الملك، يا جلاله الملك، الاحترام للاسلام في المغرب لا ينال المكان الذي يليق بها. عندك الحق، وانا تنقول لكم بين وما كتعرف والو. المغرب ما بغاش المتعامرين، ما بغاش اللي كيتصربوا بالحمض الضفر. واكل شي حاجه ماشي طبيعيه، ولا شايف شي سخط الله، ولا طايحه على راسك. دابا كلشي غادي يقول لي من الصباح وانت كتدخل وتخرج في الهضره، فينا هو الخبر الزوين اللي قلتي لينا في العنوان؟ غير صبروا على راسكم الاخوان، غير بشويه الاخوان، غير بشويه، غير تهدنوا. جايب ليكم خبار بالميكا ديالها، خبار اللي غادي تفرح كاع المغاربه، واخيرا رجع الحلم ديال المغربي حقيقه، وغادي يتحقق حلم كل مغربي. انا بعدا فرحت ليكم من قلبي، كنت عارف باللي هاد الشعب غادي يجي واحد النهار، هاد الشعب اللي مغلوب على امره غادي يتنصف وغادي يفرح. اخيرا اللي كيبغي شي فنان وعزيز عليه شي فنان غادي يدوي معاه مباشره. مؤخرا خرج للعلن واحد التطبيق، الا بغيتي تهضر مع شي فنان مشهور كتخلص الفلوس وكتهضر معاه. ايوا السلام عليكم. هلو هلو. وتيح وذاتي المغاربه، الجمهور ديال السيتي عبد العزيز بصفه عامه في المكان سواء داخل المغرب او خارج المغرب، بغيت نقول لكم اول تطبيق ممكن تستعملوه باش تواصل مع اي فنان مشهور. اللي بغى يتواصل معايا واللي بغى يدير لي كاس ديالي او عيد الميلاد، تيليشارجي سات ابليكاسيون الو ماي ستار. ان شاء الله الالو ماي ستار، ودخل دوي مع الفنان اللي كيعجبك. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا التطبيق داير ضجه هاد الايامات في مواقع التواصل الاجتماعي، غير هو الثمن قاصح شويه الاخوان، صاوبوا معنا شويه. واللي بغى يهضر معاكم جمله والو، ما كديروش جمله، ما كاينش شي برومو. صدق بن كيران في قوله، قال لك الفنان المغاربه على قبل الدرام كيرومو. ايها سيدي، الا بغيتي تهضر مع شي فنان مشهور وعزيز عليك خاصك تخلص، باش تسمع صوت داك المدهصص خاصك تخلص. شفتوني انا على هادشي ما بغيتش نولي فنان ومشهور باش ما ندي ذنوب حتى شي واحد، حتى شي واحد ما ندي ذنوبه. شي وحدين كيعيطوا لي وكيتصلوا بيا في الخاص كيقولوا لي بشحال كدير ديديكاس. انا راه ما كنعرفش ندير ديديكاس، انا كنعرف غير العصير في الكاس. واحد ود دربنا شبيره مطبقها على الحومه كامله، مشكلته هي كيسمع الحليوه. مشيت لعندو قلت له اش بالك نتشاركوا انا وياك في شي 1000 درهم ونعيطوا للفنان اللي كيعجبك حليوه. قال لي بشحال؟ قلت له 1000 درهم. قال لي خلص عليا قرعه ديال الفودكا ب 100 درهم نسكر ونمشي نحيي عليه وسط الدار ونخرجوا لك
تما شوفو ماشي غير تهضر معاه في التليفون. اوه صاحبي كيفاش درتو لها باش تهضر مع واحد الفنان بحالك بحالو، انسان بحالك بحالو، خصك تخلص 1000 درهم ولا حتى 4000 درهم للدقيقه، وخا يكون راقي ديال البركان وما يطلبش هاد الثمن. قال لك فنان عندك تمشي غلط ويصحاب لك حتى شي واحد ما غادي يهضر معاهم، راه كاينه شي وحدين مساليين في قبهم، والديهم اللي ماصل لينا الدم ديالنا وواكلين رزقنا، شنو هي عندهم 4000 درهم ولا 5000 درهم؟ راه كيف والو. انا هاد الحماق ما شفتو حتى في شي بلاد مكتب ديال الاستشارات اللي يقدر يفيدني باش ندير مشروع اللي هزني حياتي كامله، ما غاديش يطلب ليا 4000 درهم لخمسة دقائق ولا لخمسطاشر دقيقه. دكتوره عباد الله اللي قرا اكثر من 12 عام ورا الباك ما كيطلبلكش في استشاره طبيه 2000 درهم، ولا المهندس حتى هو ولا المحامي حتى هو، راه العابات هذا. قال لك 2000 درهم لخمسطاشر دقيقه ولا لخمسة دقائق، شوما مالكم كتضحكوا على ريوسكم ولا كتضحكوا علينا؟ انا بعدا شي مغاربه بردوا لي قلبي ما خلاوليش فين نزيد نهضر في هذا الموضوع. واحد قال ليهم ماشي حشومه عليا نخسر 2000 درهم باش ندوي مع الغافولي وفي الاخر يبقى يبكي عليا. وبغيت نقول لكم انا معاكم وليكم والله. شوف ما بغيتش نبكي والله، ما باغي نبكي. واحد الفنان اللي الاسم ديالو بدر سلطان معروف كيغني، من بعد ما حس بالاحراج من اللي الجماهير المغربيه هاجماتو وهاجمت كاع الفنانه بحاله، وقالوا ليهم تقوا الله شويه في ريوسكم، راه هادشي اللي كديروا راه كديروا الضحك في ريوسكم. خرج يدافع على راسه وهادشي من حقه، حنا ما نلوموش علاش خرج يدافع على راسه. قال ليهم انا راه كاع ما مشارك في هاد التطبيق، واللي عنده شي دليل ولا عنده شي حاجه يجبدها، اللي عنده شي فيديو يوريه لينا. بخصوص هذيك القضيه اللي دايره دابا ودايره البوس ديال لي زابيل فيديو، انا خاطيني بداك الشيء، انا ما تنعرف حتى شي حاجه وما عمري وقعت شي كونطرا باش اني ندير دي زابيل فيديو ونتخلص عليهم. علاش كتكذب؟ علاش تكذب؟ ولا شي واحد عنده شي دليل يصيفطو ليا؟ علاش كتكذب اخويا؟ انت راك طحتي مع واحد الشعب مسالي في قبو، يجبدوك يجبدوك، واخا تكون تحت الارض يجبدوك. هاك تفرج في الفيديو ديالك اللي كياكد بانك انت انضميتي لهذا التطبيق. السلام عليكم حبايبي، معكم بدر سلطان، جيت غير نقول لكم بلي انا كاين في لابليكاسيون ديال الو ماي ستار. شنو هذا؟ اتس ا فيديو. هاد لابليكاسيون اللي غتقربني للجمهور ديالي يا ضنايا، وغتخليني وتمكنني انني ندير اهداءات واعرين واهداءات خاصه لاحلى الله يمسحك. ولكن واحد الفنان اللي ما مشاركش في هاد التطبيق حيت متواضع وولد الشعب اللي هو حاتم عمور، واخا انت ما تبغيش تعيط له هو يعيط لك ويقول لك انا غير هنا. شعرنا بكثرة التخمام خوة ماشي بالدهنة، واخا هكاك هاد التطبيق زوين ما كرهناش حتى السياسيين حتى هما ينخرطوا في هاد التطبيق باش نعيطوا ليهم ونبقى نسولهم على الاحوال ديال البلاد فين وصلات، ونسولهم حتى على ريوسهم حتى هما، ونسولهم حتى على الحاله الصحيه ديالهم والنفسيه. غير هو الا كان داك الشيء بليكي راه ما عندنا بو الفلوس. واش دابا البرلمان غيخدم بليكي؟ واش الحكومه غتخدم بليكي؟ واش فيها لا خدمتو بليكي؟ اش فيها لا خدمتو بليكي؟ كيقول لك واحد المثال، المثل المغربي، جالس جالس وربي فلالس. الخلاصه ديال القول في هذا الموضوع كامل، انا ماشي ضد الفنانه بانهم يدخلوا للتطبيق ولا لا، ولكن هذه الفنانه خصها تكون في قلبهم شويه الانسانيه والرحمه، يديروا هذا التطبيق ماشي مشكل، يتواصلوا مع الناس اللي عزاز عليهم ماشي مشكل، ولكن يكون بواحد الثمن رمزي، وهذا الثمن يمشي بالمناصفه، يمشي لجمعيات خيريه ولديور الايتام وديور المسنين. فهمتوا الهضره فين واصله؟ ماشي سدوا عليكم المهرجانات والسهرات والحفلات، جيتوا بقيتوا تقلبوها سعايا ديجيتال، نوضوا عريوا على كتافكم، نوض عري على كتافك بارد الكتاف. نتوما كلشي باغين تربحوا منه، يا ودي يا ودي، السعايا ولات اشدي، عنده الصح بن كيران ملي قال الفنانه المغاربه اللي عطاهم كثر كيمشيو معاه. هذوك الفنانين راه كيمشيو مع كلشي اللي كيعطيهم الاشهار، تعطيهم الفلوس تيمشيو معاه. الحاصول ما كينفع غير المعقول، بنادم ملاقي ما ياكل، وواحد جاي كيقول ليه بغيتي تعيط ليا خلصني، تعيط لك مولاة الواد اللي تحكك ان شاء الله. دابا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو ونهاية هذه الحلقة، نتمنى نكونوا خفاف على القلب ونطلبوا من الله يخلينا في صباغتنا
وما يحاشمناش مع الناس اللي النهار الاول بغاتنا. تهلا عمي كان معاك داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي. الاخوان كيف العاده حتى ساليت تصوير والمونتاج ديال الفيديو اللي كياخذ مني اكثر من 16 ساعه ديال الوقت، وربي شهد عليا حطيت الفيديو في البرنامج ديال المونتاج وقلت ارتاح مع راسي شويه حتى يخرج عاد نحطه على قناتي على اليوتيوب. فتحت الفيسبوك وانا نقرا خبر وفاه شي مرشح في المنطقه ديال قلمين، نفس المنطقه اللي تقصى منها المرشح عبد الرحيم بوعيده اللي كيبغيوه المغاربه كاملين. هذا المرشح اللي مات اليوم في منطقه قلمين، الاسم ديالو عبد الوهاب باللفقي، كنت كنسمع عليه بزاف كان كيهضر عليه داك الانفصالي رضا الليلي وكان ديما كيهاجمه. السبب ديال الوفاه ديالو كيبقى غامض حتى لحد الان، لحد الان باقي ما عارفش واش مات مقتول واش انتحر. الشرطه العلميه هي اللي غتاكد هذا الشيء. شي ناس كيقولوا باللي حيدوا ليه التزكيه وانتحر، وناس وحدين اخرين كيقولوا باللي هذا الشيء ديال الانتحار والافلام القديمه غير ينساوها، يقولوا لنا السيد باش مات ديال بصح. كل واحد وشنو تيقول. انا بدوري ما غادي نقدر نقول حتى شي حاجه حيت ما عنديش معطيات وما عنديش ادله، ما نقدرش نتهم شي جهه غير هكا. ولكن اللي غادي نقدر نقول خاص اعلى سلطه في البلاد يتدخل ويعرف شنو واقع في ذاك الاقليم. هذاك الاقليم بغينا نعرفوا شنو واقع فيه حيت حنا ماشي في غابه ملي غيوصل حتى للموت وبنادم كينتحر ضروري غيكونوا شي حوايج تما ما مفهومينش. البارح تظلم عبد الرحيم بوعيده والمغاربه كاملين شافوا هذا الشيء، واليوم ها انت كتشوف شنو وقع عاوتاني فهاد القصه ديال الوفاه ديال عبد الوهاب باللفقي. ضربت فيها الاراء، شي كيقول انتحر وشي كيقول لك مات مقتول. حنا ما عرفناش شكون اللي غادي نتيقوا، راه واخا يكون قتل راسو خصو يتفتح تحقيق باش نعرفوا الاسباب حتى مات هاد السيد. ولا كانت هذه هي السياسه غنبقاو نسمعوا واحد تقتل واحد مات بلاش منها، غير بلاش منها في هاد البلاد. من الاحسن خليو الداخليه تعين كلشي. الا كان واحد النوع من المغاربه ما كيرضاوش بالهزيمه وكيستعملوا شي طرق وشي اساليب لا اخلاقيه في هاد السياسه، الا كانت السياسه في هاد البلاد غادي تكون بالظلم وبالحقره وبالفساد وبالتزوير وبالمحسوبيه، من الاحسن غير بلاش منها، ما عندنا ما نديروا بها. من الاحسن خليو الديمقراطيه لمواليها اللي كيعرفوا بقيمتها. اما حنا اي حاجه كنشدوها كنشدوها بالجهاله. عبد الوهاب باللفقي خلى رساله كيعلن فيها على الاعتزال ديالو العمل السياسي، وخلى فيديو كيقول فيه بانه كيحتضر، وكاين شي وحدين استقبلوا هذا الشيء استقبلوه بالسخريه. الا كانت هذه هي السياسه في البلاد هداو عليا، نتمنى الميساج يكون واصل. راه المنطق ديال هاد الناس خطير، وسمحوا لي غادي نزيد واحد سميتو قضيه القرض. البارح جا المدير ديال المصالح، مدير ديال المصالح، المدير العام ديال المصالح ديال الجهه، كان غيقدم العرض. حنا والله الا كنا في الاول كاع طردنا قلنا له واش غتقدم، راه ما عندك ما تقدم. قالنا بسم الله، والله جازيهم بخير ملي قدموا لنا هذاك العرض. راه مشكله وخطير هادشي. واسمعوا لي، سمعوا الناس اش بغاو يديروا. هاد الناس سمعوا المشاريع ديالهم اللي بغاو يديروا، سمعوا حفظوا معايا هاد الارقام. قال لك غيديروا التهيئه ديال المقر ديال الجهه، وبالله عليكم واش المقر ديال الجهه خصو التهيئه؟ ها هو شحال تصرف عليه مؤخرا؟ ها هي القاعه باقي كتبنا، راه عندها اكثر من مليار ونص في الاعتمادات المرصوده دراها في القاعه ديال الجهه الكبيره. بغاو يديروا التهيئه ديال المقر ديال الجهه بعشرات الملايير السنتيم، عشرات الملايير السنتيم باش بغاو يديروا التهيئه ديال المقر ديال الجهه.